البذل والتضحية والتعب من أجل الآخرين وإحنا بنحبهم. أصل ممكن واحد يبذل ويضحي وبعدين يقعد يندم بقى، يقول لك يا عامل خير يا لاقي شر، ده أنا حرمت، ده أنا مش عارف. المسيح قالها كده؟ تفتكروا المسيح قال كده؟ قعد 3 سنين يمشي في وسط الناس يشفي المرضى ويشفق على الناس ويأكلهم ويعمل لهم معجزات ويقول إني أشفق على هذا الجمع، ويقول لك لما لقى المرأة بتبكي تحنن في ذاته وجاء إلى القبر، ولما شاف أرملة نايين زعلانة جي قال لها أنا مش هسيبك، أو أملاه ابنها ودفعه إلى أمه. كل أعماله كانت حب وشفقة وتعليم جميل، وفي الآخر قاموا عليه وصلبوه. هل المسيح على الصليب قال لنا كده يا عامل خير يا لاقي شر؟ ولا قال إيه ساعتها؟ قال يا أبتاه اغفر لهم. تخيلوا حتى في دي قال لا، ما هم مش قصدهم، مش بس طلب لهم الغفران، ده التمس لهم العذر لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. مين اللي يقدر يقلد المسيح كده؟ تبقى انت طول عمرك عمال تدي 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 تدي، ويجي الناس اللي انت بتديهم ومهتم بيهم وما اهملتش في حقهم يطعنوك في ظهرك، وانت تقول معلش مش قصدهم، ما جراش حاجة، ما جاتش من دي. ياه على القلب الكبير. تبقى انت كده صورة المسيح. في سفر النشيد وقف العريس على الباب خبط وقال لها افتحي لي يا أختي حبيبتي حمامتي كاملتي، لأن رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. مفروض العروسة اللي جوه دي لما تسمع صوته تجري تفتح الباب، ادخل انت واقف في البرد. قالت له معلش قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه، قد غسلت رجلي فكيف أوسخ خمة. ياه ياه. وبعدين عمل ايه بقى؟ لا قبلها يقول لك حبيبي مد يده من الكوة، مد ايده من الشباك، فأنت عليه أحشائي. ليه؟ أبائنا وهما بيفسروا قالوا أصل ايد المسيح لما مدها بان فيها مكان المسمار، فأنت عليه أحشائي. قلت يا دي الوحاشة اللي أنا فيها، بقى هو يتصلب من أجلي وأنا مكسل أقوم أحضر القداس، خبط علي يقول لي افتحي وأنا أقول له أصل أنا تلكيك، خلعت ثوبي فكيف ألبسه، غسلت رجلي فكيف أسخهما. هي دي تلكيكة، هي دي مجهود. لما شفت الصليب أنت عليه أحشائي. قامت بقى تفتح الباب وتقول ايه بقى؟ ايديها على مقبض الباب وتقطر مر. فتحت الباب حبيبي تحول وايه؟ وعبر. زعل، اخذ على خطر. وتقول الايه بقى ايه؟ نفسي خرجت عندما ادبر. ادبر يعني اداني ظهره. نفسي خرجت يعني روحي اتخلعت مني. زعلت وندمت، طلعت تدور عليه بره. الصليب علمني الحب، الايد المخرومه والوجه المشوه يقول لي دي جرحت في بيت احبائي، الحب المجروح. علمني الصليب ان الحب ما يبقاش حب الا اذا كان فيه تعب من أجل المحبوب.